في الموصل أقيمت ندوات حوارية بعد تحرير المدينة من تنظيم داعش الإرهابي، وذلك لمحاربة الفكر الضال وترسيخ الفكر المعتدل. ويقيم هذه الندوات قيادات اجتماعية من التي يتوجب عليها استكمال محاربة الفكر المتشدد بعد انتهاء معارك التحرير واكتساب جيل جديد بعيد عن الطائفية والعنصرية والقومية. هدف هذه المنتدى هو تعزيز الفكر المعتدل لدى المجتمع في مواجهة الفكر المتطرف، وتحسين المجتمع من الأفكار الطارئة نتيجة الحروب والنزاعات التي حدثت في الأونة الأخيرة، تعزيز السلم المجتمعي من بين مختلف مكونات المجتمع باختلاف أفكارهم وانتماءاتهم الدينية والمذهبية والقومية. عانت مدينة الموصل من نتائج الفكر المتطرف، سلوكيات إرهابية وظهور عصابات داعش إرهابية التي أدت إلى حرق حرق المدينة بالكامل وإيذاء الكثير من المكونات داخل المدينة. اليوم هذه الندوة الحوارية التي يقيمها منتدى السلام للتنمية الفكرية بالتعاون مع مركز نون للدراسات الاستراتيجية كجزء لتقديم خدمة مجتمعية حول القيادات الاجتماعية ودورها في ترسيخ الفكر المعتدل، الطموحات والتحديات، هذه الثنائيات التي حقيقة يسعى اليوم المنتديات والمؤسسات والذين لهم بصمة وميدان في العمل المجتمعي أن يبرزوها على أرض الواقع. وبالتالي نحن نعاني أزمة حقيقة ومشكلة معقدة، أننا هناك فكر متطرف، فكر يسعى إلى العنف، فكر يسعى إلى إبراز ثقافة العنف والتطرف على أرض الواقع.